Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardha'athu ummuhu ayyaman thumma ardha'athu Suwaybatul Aslamiyyah الذي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صرا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قوم هل فئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف بن منده وحكى ثم أرضعت الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأبى فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الغزال والفقر غنيا وسمنت الشارف لديها والشيا وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز السعد برد عيشها الهني ووشا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.